السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى على صفحة مدرسة تك وفي فيديو آخر من دورة تعلم لغات البايثون. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتكلم عن أشياء ضروري منها في أي لغة برمجة. معنى هذا يا زهير، معناه مثلا عندما تريد أن تصنع الخبز الذي تأكله في البيت، فأنت من الضروري أن تضع الطحين وتضع الملح. هذه الأشياء ضروري منها حتى يسمى خبز، وإلا سيسمى شيء آخر. وهذا هي الأشياء التي سوف تتعلمها الآن، ضروري منها حتى تتعلم البرمجة. يعني إذا لم تجدها فأنت تصنع شيء آخر، يعني لا أعرف ما هو، ولكنك تقوم بتعلم شيء آخر. إذا ما هي الأشياء التي سوف نتعلمها اليوم يا أخ زهير؟ وكفانا فلسفة. إذا الأشياء سوف نتعلمها اليوم وهي الفاريبلز والأرقام. الأرقام يعني شكل، يعني الأرقام شيء بسيط جدا أي شخص يمكن يفهمه. فاريبلز سوف أقوم بشرحها بشكل يعني سلس وسريع وستفهمونها إن شاء الله، وبعد هذا الفيديو ستكونون يعني جاهزون لتعلم أي لغات برمجة أخرى. إذا نتوكل على بركة الله. أول شيء أريد أن أشرحه هو الفاريبلز. الفاريبلز وهي متغير. ما معنى متغير؟ متغير وهو أنه يمكن يكون يعني عدد حرف معين يقوم بحجز قيمة أخرى. ما معنى هذا وما هذه الفلسفة يا زهير؟ سوف أذهب لأنام. لا 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 تذهب لتنام، فقط استمع وإن شاء الله سوف تفهم. إذا هنا لدينا إكس تساوي 100، ما معنى هذا؟ معناه أن قمنا بحجز القيمة 100 في المتغير إكس. نقوم بطباعة باستعمال برينت التي تقوم بطباعة أي شيء على الشاشة، ثم نقوم ببرينت إكس. كما تشاهدون هنا لقد طبعت لنا إكس. نحن فقط طلبنا طباعة X وهي أعطتنا 100. لماذا؟ لأن X الآن تخفي 100 بداخلها، أليس كذلك؟ بل هو كذلك. إذا نجرب مرة أخرى. لدينا مثلا Y تساوي 300. ليس بالضرورة أن تكون Y و X، هذه فقط يعني لتسهيل العملية. سوف نقوم بكتابة شيء آخر إن شاء الله وسوف تفهمون. كما تشاهدون print Y أعطتنا 300 لأن Y تخفي لنا 300. مثلا نسمي user مستخدم ونقول user هو الأخ admin. كما تشاهدون سوف نقوم ببرنت يوزر. اريد الاجابه منكم انتم، ماذا ستضعون لنا يوزر يا اخوان؟ admin، حسن جدا، ليس كذلك بل هو كذلك. اذا هنا سوف نتمم عمليه يعني شرح الفاريبلز والمتغيرات. دعونا نفهم لماذا سنحتاج هذه المتغيرات يا اخ زهير، ولماذا اصبحت متفلسف كثيرا. انا لست متفلسف ولكن سوف اشرحه الان. لماذا نحتاج هذه المتغيرات؟ مثلا عندما تريد الدخول على فيسبوك فانت تضع يعني الايميل والباسورد. في رايك اين تذهب هذه الايميلات والباسورد؟ فهي تذهب الى جداول وتحجز عن طريق متغيرات. ما معنى هذا؟ حتى يتذكرها يعني السيستم، او يعني ما هو السيستم يا اخوان بالعربيه، حتى يعني نظام التشغيل او النظام، حتى يعني يتذكر النظام، فيجب ان تكون محجوزه في متغير. سنفهمه الان. سنقوم بنفس العمليه التي يقوم بها يعني فيسبوك بشكل يعني مبتدئ حتى تفهمها. يعني يقوم بهذه العمليه، فهو يطلب منك، اليس كذلك؟ فهو يطلب منك الايميل، ثم ياتي ويقوم ب عفوا ثم يقوم بطباع، يقول لك دعوني دقيقة واحدة، ثم ما هذا الذي يحصل؟ سوف أكتب أي شيء هنا. إذا فهو يقوم يعني يوزر بهذا الشكل، يوزر بهذا الشكل مثلا، يطلب منك الإيميل وأنت تقوم بكتابة الإيميل. مثلا عندما تكتب الإيميل فأنت تكتبه بهذه الطريقة، تكتب مثلا زهير أكاديمي، أو مثلا تكتب مثلا زهير أم بابا بابا أربعة ثلاثة بهذا الشكل .com. ليس مهم كيف هو الإيميل، ثم تكتب بهذه الطريقة. فأنت الآن عندما تقوم المرة القادمة بالدخول على الموقع فهو يقوم بإعطائك يعني الإيميل، أو عندما تقوم بطلب الإيميل الخاص بك فهو يقوم بإعطائك الإيميل الموجود في ذلك المستخدم الذي هو الإيميل الذي هو زهير .com. إذا كان شرح مبسط، فقط يعني هذه فقط أشياء يجب أن نفهمها حتى لا يكون الفيديو طويلا. سنمر الآن إلى الأرقام، كيف نتعامل بالأرقام في لغة البايثون. لغة البايثون تتعامل بالأرقام كأي آلة حاسبة وكأي شيء آخر. مثلا 4 مضروبة في 4 تساوي 16، 1 زائد 1 تساوي 2، مثلا 5، هذه العملية تسمى يعني 5 in the power of 2. ما معناه؟ يعني 5 بقوة 2 أو أس 2، كيف ما نقول بالعربية أس 2. إذا 5 أس 2 تساوي 25. إذا قلنا 5 مقسومة على 2 فهي تساوي 2.5. هذه الأشياء يجب أن تذكرها. هناك شيء اسمه المودولوس. إذا قمنا بقسمة 5 على 2 فما هو الباقي؟ سيقول لنا ما هو الباقي. الباقي هو 1. هذه الأشياء
يجب أن نمر عليها، يعني مرور الكرام، إن شاء الله ستفهمونها. وكذلك أريد منكم أن تقوم يعني بامتحانات الإجابة عليه، لأنني سأضع يعني فقط للتوضيح كما تشاهدون هنا، فسوف أقوم بوضع كل يوم على الأقل يعني سؤالين في مادة البايثون، وأريد من الإخوان أن يقوموا بالإجابة عليها. دعونا نعود إلى هنا. إذا قمنا الآن بشرح الفاريبلز. ما معنى الفاريبلز؟ ما هو دور الفاريبلز؟ وما هو الشيء الذي تقوم بالفاريبل؟ قلنا أن المتغير يقوم بحجز قيمة متغير آخر، يعني نضع مثلا حرف أو اسم أو أي شيء، ثم نقوم بحجز شيء معين في ذلك المتغير لنستخدمه فيما بعد. قلنا لماذا سنحتاج هذه المتغيرات؟ لأنه من الضروري عندما نقوم بالاشتغال يعني مع المستخدمين أو شخص آخر من الخارج، فأنت عندما مثلا تصمم برنامج فمن الضروري أن تطلب يعني من المستخدم الكلمة السر والإيميل الخاص به ومعلومات، فأنت تقوم بحجزها في متغير معين. هنا الأرقام، فنحن نقوم ب يعني عملية أرقام، ثم نقوم ب print بنفس الشكل، يعني print 500 زائد 500، عفوا هناك شيء معين، لا لم أضع، عفوا 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 بيبو. إذا 500، سنقوم بوضع 500 زائد 500 في لغة البايثون، يعني بايثون 3 ضروري من الأقواس عندما تريد يعني طباعات متغير. أما إذا كنت تريد كتابة جملة فيجب عليك أن تضع النقطتين، هاتين النقطتين في الأعلى، ثم تكتب مثلا hello world بهذا الشكل، يعني hello world بهذا الشكل، سوف تضعها بهذا الشكل، يعني عندما تريد طباعات متغير فأنت لا تضع النقطتين، ولكن ضروري من الأقواس. وعندما تريد طباعات يعني بس فقط جملة تكتبها أنت للمستخدم فضروري من هذه النقطتين هنا في الأعلى. إذا كان هذا فقط شرح مبسط وعملية مرور خفيفة على الفاريبلز وعلى الأرقام. سوف نفهم هذه الأشياء إن شاء الله فيما بعد. سوف أنتظر يعني إجابتكم للأسئلة التي سوف أطرحها على قناة The Learning Center أو مدرستك، ثم سوف أقوم بتصحيحها ويعني إعطائكم التنقيط، وإذا كنت لا تدرس جيدا فستقوم بإحضار ولي أمرك. لا تنسى الانضمام إلينا كذلك على صفحتنا مدرستك و The Learning Center، وهناك يعني صفحتنا على تويتر، وهنا الموقع في طور يعني التطوير وطول الإنجاز، ما عليك إلا أخذ نظرة عليه، وإن شاء الله سنقوم بتغيير جميع الأشياء فيه وإضافة وحذف أشياء أخرى. إذا كان معكم زهير مرة أخرى من مدرستك، إلى اللقاء في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.